شرط انا اقبل. وانا اقبل امتى اقبل؟ لو اقتنعت. تحريات المباحث اكدت ان في علاقه عاطفيه بين المجني عليها اخويا. كانوا بيلبسوه قميص نوم ويصوروه وينشروا الصور بتاعته في الجامعه. اخويا تم استنزافه بطريقه بشعه. اخويا تعب نفسيا لدرجه انه ما كانش في وعيه، واللي عمله ده كان بدون قصد وما كانش مترتب له. حوار لاول مره هتسمعوه بعد تولي فريد الديب قضية محمد عادل المتهم. طبعا يعني المتهم الأول والوحيد في القضية بتاعة فتاة المنصورة، يعني قتل شفناه علنا، ومع ذلك في ثغرات في المحاماة بيعلن عنها سر خطير جدا، كانوا متجوزين في السر ولم يدخل بها تفاصيل من داخل منزل محمد عادل لأول مرة. طب ليه لأول مرة؟ لأنهم قبل كده كانوا ساكتين وبدأوا يتكلموا لما فريد الدين اول ما دخل في القضية واتكلم. فاخته ندى الطبيبة طلعت وقالت تصريحات هنسمعها لكم داخل الفيديو. مش هتصدقوا كمان حكاية ان هم كانوا للأسف بيصوروه في اوضاع ويلبسوه لبس الستات، وده كمان من كلام ابن خالة محمد عادل. واول رد من والدة نيرة رحمة الله عليها ووالدها على تولي فريد الديب القضية. وليه فريد الديب قبل بالقضية دي واحنا عارفينها؟ وكمان منين هيدفعوا له الفلوس؟ عارفين ان اهل نيرة على قد حالهم، وكمان اهل محمد هيدفعوا الفلوس منين؟ ليه محامي عقر زي ده ومحامي تقيل وياما اترافع عن قضايا كانت تهز الرأي العام وأشهرها قضية الرئيس حسني مبارك. طبعا هنشوف تصريحات لأول مرة حضراتكم هتسمعوها في البداية، ياريت عشان الحق ينتصر وعلشان نشوف روح العدالة واللي قبل بساعات، يعني باقي ساعات والحكم يعني. ندعم الفيديو بلايك، والله مش هتخسروا حاجة لما تدوسوا على اللايك، وطبعا يحبذا كده ويبقى شكر منكم لو انضميتوا للعائلة بتاعتكم ودوستوا اشتراك. في ايه؟ قضية في وضح النهار وشفناها، تم استنزاف محمد عادل. طب محمد عادل ما كانش يقصد يعمل كده في نيرة. طب كمية الغل اللي كانت والبشاعة دي معقولة مش مترتب ليها؟ مين الشخص اللي كان واقف جنب محمد عادل وزقه وبعد؟ ليه الشخص ده مش تمت الشهادة؟ ليه ما شهدش؟ او حتى ليه مش تمت ادانته؟ وكان واقف وهو نازل مع محمد وشافه، بعد كده زق محمد على المجني عليها طبعا الله يرحمها نيرة، وبعد واختفى بعد كده. يا ترى محمد عادل مش هو السبب في القضية دي، وان في ناس تانية كانوا بيحاولوا يعملوا كده علشان يتخلصوا منها بسبب افعالها اللي مش هنتكلم عليها لانها في دار الحق، ومش من حقنا نجيب سيرتها غير بكل خير. ناس طبعا اللي اتكلمت وعرضت حاجات ليها احنا مش هنعرض الكلام ده، لو حد داخل عشان يشوف كده احنا مش عندنا الكلام ده يا جماعة. احنا كل اللي هنقوله الله يرحمها، بنوتة في عز شبابها ما فرحتش ولا دخل الدنيا هي ولا محمد عادل، يعني هما الاتنين الخسرانين الاول والاخير، وحاسة ان هما ضحية الاهل. على فكرة هقول لحضراتكم تصريحات شقيقة محمد عادل وهنكمل تفاصيل طبعا فريد الديب. طب هقول لحضراتكم الاول، عارفين فريد الديب قبل القضية ليه؟ هو بيحب القواضي اللي من نوع دي، يعني القضية اللي بيكون خلاص واقف على الحكم وحاجة هتقلب الرأي العام. واحنا عارفين ان هو كان اعتزل المحاماة وكان اصيب بالسرطان وبيتعالج، ايه اللي رجعه تاني للمحاماة؟ في ناس اتصلوا عليه ورجال اعمال تقيلة قوي من داخل مصر ومن خارج مصر، بس اللي موجودين خارج مصر هم في الاساس مصريين. وقالوا، بعتذر لحضراتكم طبعا عن صوت التليفون، قالوا ان احنا مستعدين نتكفل باي مبلغ تطلبوا، 10 مليون، اكتر من كده، في نظير ان يتم تخفيف الحكم على محمد عادل، او بمعنى تاني انه ممكن يطلع براءة. طب يا جماعة حتى لو كان جوزها او متجوزها او ايا كان، من حقه يموتها؟ مين من حقه ياخد روحها غير المولى عز وجل؟ مين ليه الحق في الدنيا ايا كانت بتعمل ايه وما بتعملش ايه؟ ربنا مش وكلنا ان احنا اللي ندافع او ان احنا اللي نعمل او نموت او من رأى منكم منكرا فليغيره، بس مش بالقتل على فكرة، لا لا، ده ممكن بقلبك وده اضعف الايمان.
طبعا شقيقة محمد عادل اتكلمت لأول مرة وفي قضية طبعا نيرة، وشكرت فريد الديب والعدالة، قالت ستحقق في نقض حكم الإعدام. أكدت ندى عادل شقيقة الطالب محمد عادل المعروف طبعا بصاحب جريمة فتاة المنصورة، وبعد ما اتكلمت وصرحت وشكرت فريد الديب لانه قبل انه يدافع عن اخوها الاكبر، وقالت شكرا فريد الديب والعدالة، وان شاء الله حقائق كتير سيتم توضيحها للرأي العام خلال الساعات القادمة. قالت احنا كأسرة التزمنا بالصمت وعدم الرد، ولكن القانون العادل واجراءاته سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة بلا. مؤكدة أن حملات جمع أموال الدية تثبت جديا تعاطف الرأي العام مع شاب عشريني ظلم على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها قبيل ارتكاب الجريمة أمام أبواب جامعة المنصورة. وأشارت كمان أن كافة محامين الدفاع وعلى رأسهم فريد الديب كشف عن موافقته قبول القضية بعدما وجد ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقوال شقيقي في التحقيقات بتاعة النيابة وأمام هيئة المحكمة الموقرة، فضلا عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع أمام دائرة محكمة جنايات المنصورة. واختتمت وقالت ربنا يفك كرب أخويا ويصبرنا على فراقه، ونأمل في تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن لعدة سنوات كونها ضحية الاستغلال وهو ما دفعه لارتكاب الجريمة المشار إليها. وكشفت والدة محمد عادل إنها طبعا حاولت اصطحاب ابنتها لزيارة أخوها الأكبر داخل محبسه الاحتياطي بسجن جمصة العمومي، إلا إنها فوجئت بمنع الجهات الأمنية لقائه قبل 48 ساعة من جلسة تأييد الحكم بمحكمة جنايات المنصورة، واللي إن شاء الله هتكون غدا. وكمان اتضح بعد ذلك إن أولاد خالة محمد عادل قالوا إن في ناس جم وكان شكلهم غريب جدا وحاولوا يسيطروا على محمد ويمسكوه عشان يلبسوه قميص نوم وينزلوا صوره على جروبات الجامعة علشان يبطل يحب نيرة زي ما قيل. طبعا خلال الساعات القليلة جدا المقبلة هيتم توضيح أمور كتيرة، بس اللي احنا متأكدين منه واللي شفناه بعنينا واللي لحد الآن قلبنا وجعنا ان البنت دي مهما كان ما تستاهلش اللي حصل فيها، وانها اللي حصل فيها ده جريمة بشعة. اكيد لو اي حد ليه اخت او بنت مش هيستحمل يشوفها بالمنظر ده. ربنا يعافينا ويعافيكم بإذن الله، ادعوا لها بالرحمة، ورأيكم مهم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان تحديدا الجلسة بكرة وكل ما هيشملها هنوفيه مع حضراتكم في بث مباشر. انا بشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وربنا يظهر الحق دايما ويرحمنا برحمته ولد وبنت هما الضحايا في الموضوع ده. أشكركم جدا، سلام عليكم.